الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الله العثام مستشار رئيس مجلس النواب. بداية أهلا وسهلا بك سيد عثام. أهلا وسهلا بك وبكل متابعي قناة ليبيا الحدث. الدول الست الكبرى أصدرت بيان دعت فيه الرئاسي إلى تشكيل حكومة جديدة وتقديمها بأقصى سرعة لمجلس النواب، ربما في مدة أقصاها 10 أيام حسب ما نص الاتفاق. برأيك هل لدى المجلس الرئاسي الاستعداد الآن لتقديم هذه الحكومة أو تكون على جاهزية في ربما في حدود قالب زمني معين وحدد في نص الاتفاق السياسي 10 أيام فقط؟ هو أنا لا أعتقد أن هناك فرصة أو هناك توافق سيحدث بين أعضاء المجلس الرئاسي لاختلافاتهم الجوهرية بين بعضهم البعض في تشكيل حكومة عجزوا في تشكيلها خلال شهرين منذ بدأ عمل المجلس الرئاسي. نعم. و7 أشهر إلى الآن. أنت لاحظ أخي الكريم أن البيان الذي يجب أن نكون دقيقين، البيان الذي ذكره المجلس الرئاسي فيه 4 أو 5 تناقضات. التناقض الأول أن قرر المجلس الرئاسي رحب بقرار مجلس النواب الذي رفض الحكومة تشكيل الوزارية الحالية. نعم. وطلب مجلس النواب مجلس رئاسي تشكيلة جديدة في غضون 10 أيام، وهو أصلا مخالف حتى للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكن تجاوزا ونظرا لمصلحة البلد تطلب التجاوز، في حين أن المجلس الرئاسي طلب من الوزراء المفوضين بالاستمرار في عملهم دون التقييد بمدة قانونية لحين منح ثقة مجلس النواب. 2، المجلس الرئاسي يقر التزامه بقرارات مجلس النواب، في حين ان مجلس النواب طالب اولا بتفريغ الاتفاق السياسي في صوره اعلان دستوري. نعم. بعد التعديل الملاحظات المطلوبه من قبل مجلس النواب وتطبيق معايير الكفاءه والخبره وعدم الاقصاء والبعد الاجتماعي والجغرافي. نعم. ومكون الثقافي للتشكيل الوزاري. التناقض الثالث، الرئاسي يتعهد بتوسيع مشاوراته مع كافه الفعاليات السياسيه. سؤال، من هي؟ هل هي جندر في 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 قاعده افروكم في المانيا بهدف توسيع قاعده التوافق، في حين انه لم يبدي استعداده وتصريحه لالغاء القرارات والتعليمات التي اصدرها خلال المده المنصرمه، بما في ذلك المتعلق بالترتيبات الامنيه وغرف العمليات العسكريه التي تحارب الجيش الليبي في مكافحه الارهاب، وكذلك ايضا قرارات تسميه بعض الشخصيات من مجلس الحوار وهي رشوه سياسيه لاعضاء الجمعيه في مناصب قياديه، وهذا يشكل عائقا حقيقيا في الوفاق الوطني. النقطه الرابعه، اكد الرئاسي انه يتطلع للعمل مع مجلس النواب ومجلس الدوله، في حين انه يعرف ان مجلس الدوله هو مجلس غير شرعي وفقا للفقره 1 من الماده 19 من الاتفاق السياسي. نعم. ووفقا للماده 12 من الاحكام الاضافيه، ووفقا للفقره 1 من الماده 2 من الملحق رقم 3 من القواعد الاساسيه لعمل مجلس الدوله الاستشاري، الذي نؤكد انه استشاري وليس تشريعي وليس له صفه مقاسمه حق السلطه التشريعيه في الدوله الليبيه. بالتالي مجلس الدوله هو مجلس ينشي بعد ما يتم التصويت على الاتفاق السياسي في صوره اعلان دستوري ب10 أيام، فلماذا يذهب المجلس الرئاسي يستشير في مجلس الدوله؟ الذي اريد ان اقوله اليوم، ذهاب السيد السراج الى المانيا وانبطاحه اولا عندما دخل الى طرابلس عن طريق الحظوه والحمايه الاخوانيه والمقاتليه، ثم ارتمى في احضان ميليشيات بعض من مطراته وغيرها. نعم. ثم الان وجد الفضاء الدولي حتى يثبت انه بين قوسين انه صنيعه غربيه، والدليل ان مجلس النواب لم يرشح السيد رئيس السراج ان يكون رئيس لحكومه الوفاق الوطني، ولكن المجتمع الدولي فرضه عن طريق الاراده الامريكيه والغربيه عن طريق الامم المتحده في السيرات. واحنا تجاوزا لكل هذه المماحكات وهذه المشادات، وافقنا في مجلس النواب ان نمنح الثقه السياسيه يوم 26/1 في جلسه علنيه لمجلس النواب للاتفاق السياسي. نعم. ثم ارتأينا ان الاتفاق السياسي يحتاج الى تعديل قانوني ودستوري، هناك مواد فيها تعارض وهناك توليفه من التواريخ انتهت تحتاج الى اعاده انتاج، وهناك بعض الخرقات من المجلس الرئاسي، حيث ان المجلس الرئاسي رشح 4 أو 3 وزراء دولة، وهذا مخالف للملحق رقم 1 من الاتفاق السياسي. نعم. معي يا اخوي. نعم نعم. بالاسم عليك سيد عبد الله. بالتالي المجلس الرئاسي عندي فرصة ولا انتهى الوقت؟ نعم نعم لديك فرصة، تفضل.
أولا يجب أن نحدد المسؤولية الأخلاقية الوطنية والمسؤولية التضامنية الدولية. لماذا المجتمع الدولي يصر أن يتعامل مع الليبيين وكأن المسؤولين فيهم سفهاء لا يستطيعون لعب السياسة؟ نقول لهم أن الليبيين قادرين على إنتاج توليفة سياسية جيدة وأجهزة سياسية جيدة وتحقيق مصالحة داخلية حقيقية لو فكتونا أنتم يا مجتمع الدولي من التدخل بالعصا الطولة والعصا القصيرة فينا. نعم. لاحظت أخي الكريم أن المجلس الرئاسي اخترق الاتفاق السياسي في 11 اختراق ووقع في 23 أو 23 مخالفة سياسية مالية إدارية غير المخالفات التشريعية الدستورية القانونية. نعم. ولكن لم طيب. يقف أحد نعم. أو الإقليمي بأن يقول نعم. طيب سيد 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 عثامنة دعني أعود إلى النقطة التي فتحت معك منذ البداية وهي فرصة الرئاسي لتقديم حكومته في مدة أقصى 10 أيام. الآن السؤال هنا، هل تعتقد الآن أن هذه التشكيلة الحكومية ستطال ربما بعض الشخصيات التي تعتبر جدلية الآن، أم سوف تغير الحكومة برمتها وسوف تكون ربما تغير كحزمة واحدة؟ سؤال ممتاز. أولا وفق المادة اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفق العرف الذي معترف به في التشكيلات الوزارية والتشكيلات الحكومة، فإنه عندما تحجب الثقة أو لا تمنح الثقة لتشكيلتين وزارية لرئيس الحكومة يعني ذلك ضمن إسقاط لرئيس المجلس رئيس الحكومة وهو هنا في التركيبة الجديدة في المجلس في الجسم السياسي هذا. نعم. هو جهتي هو رئيس المجلس الرئاسي. نعم. لكن السيد فايز السراج تتعدى التي نسمعها. نعم. وأنا تواصلت مع السيد علي قطراني وتواصلت مع السيد عمر الأسود، هناك تلميح من المجتمع الدولي من بعض الدول وعلى رأس أمريكا تقول الأبقاء على نفس التشكيلة السابقة مع التعديل الطفيف ومعالجة الفراغات اللي استكمال الفراغات. أولا نريد أن نقول استقالة أو عدم التحاق الوزراء من كتلة المنطقة الشرقية وبرقة هو كان موقف وطني تاريخي بامتياز من أجل دعم المؤسسة العسكرية ودعم شرعية مجلس النواب، بالتالي هذا لا يحسب أنها استقالة اعتبارية ولا يعتبر أنه بعد لهم. نعم. طيب هذا التعديل الذي تحدثت عنه سيد عثامنة إذا إلى ما يرمي هذا التعديل الطفيف الذي تحدثت عنه؟ مهم جدا. نعم. وهي أن المجلس النواب عندما قرر عدم منح الثقة يعني ذلك هو إسقاط لكامل التشكيل الوزري، وعلى المجلس الرئاسي أن يأتي بتشكيلة وزارية جديدة كاملة غير الأولى 32 وغير 18 وغير هذه الأسماء الموجودة الآن. نعم. طيب سيد عثامنة، حضرتك تحدثت ربما المجتمع الدولي يتحدث عن تعديل طفيف، الآن إلى ما يرمي هذا التعديل الطفيف ربما ماذا يستهدف؟ لو تحدثنا بكل وضوح يعني عن أي وزارات يتحدث؟ أنا نكون معك واضح، نحن لا نشخصن قضايا الوطن ولا نجعل الوطن في أشخاص، ولكن هناك شخصيات وطنية قوية الشكيمة أسست عمل وطني حقيقي، هذه الشخصيات لا يريدها الغرب لأنها تشكل معادلة التوازن الدولي الجديد وتحقيق الإرادة الوطنية، وهناك استهداف واضح للسيد رئيس مجلس النواب حيث فرضت عليه عقوبات دولية أوروبية وخزانة الأمريكية وغيرها، هناك أيضا تلويح أو تلميح بفرض عقوبات على السيد فريق خليفة حفتر، وهناك محاصرة للمؤسسة العسكرية حتى لا يكون لها دور في على الأقل حتى من باب الاستشارة والاستئناس في الرأي لمن يكون وزير الدفاع له، لأن وزير الدفاع سيكون له علاقة مباشرة مع الجيش، بالتالي نعم. هم يتكلمون على وزراء امتنعوا عن الالتحاق بحكومة السراج الأخيرة، وكذلك بعض الشخصيات التي هم يرونها محل استشكال، لكن هنا نقول لهم نحن لدينا إشكاليات أخرى. أول إشكالية أن أفترض أن أي شخصية ممثلة في المجلس الرئاسي لا يتم منحها حقيبة وزارية مدينة ولا تيار، الإخوان المسلمين لا يحق لهم. نعم. مدينة زي مدينة مصرات لها نائب رئيس لا يحق لها، بالتالي هذه المدن يفترض أن يتم استبعادها. اثنين، على حكومة على التشكيلة المجلس الرئاسي إذا اجتمع معهم على السيد علي قطراني وعمر الأسود، نعم. أعتقد أنهم سيكونوا في مطب
وهو الأول إعادة النظر في القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بما فيها تسمية بعض الشخصيات والغرف العسكرية وتسمية بعض الشخصيات السفراء والمواقع الأخرى. اثنين، هناك إشكالية في مسألة العودة إلى تطبيق الفقرة رقم 2 من مادة 1 والفقرة رقم 1 والفقرة رقم 2 من مادة 2 من بند حكومة الوفاق الوطني في الاتفاق السياسي. وهناك أيضا التزام بالعمل بالفقرة رقم 1 من الملحق رقم 2 من أولويات حكومة الوفاق الوطني، وكذلك أيضا الفقرة رقم 3 من المادة 2 من 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 عفوا الفقرة رقم 1 من المادة الفقرة رقم 1 من حيث صنفت التي أكدت عليها أن المجلس الرئاسي تسعى ولا وجود لوزراء دولة جدد آخرين. بالتالي تطبيق المعايير التي قدمناها نحن بالإضافة لمعيار الكفاءة والمكون الثقافي والجغرافي والاجتماعي وعدم الإقصاء. نعم. طيب سيد عثامنا، حضرتك قبل أن أختم معك، ربما تجاوزنا الوقت المسموح لكن حضرتك دفعتني إلى سؤال هنا. أشار السراج في هذا البيان، بيان المجلس الرئاسي، وقال فيه بالحرف الواحد أن سوف تكون هنالك مشاورات يعتبرها واسعة وتشمل كافة الفعاليات السياسية والمدنية، ويسعى أن تكون حكومة توافقية لكل الليبيين وتمثل كل الليبيين. برأيك ما هي المعايير التي سيتخذها المجلس الرئاسي بقيادة السراج من أجل إنجاز ربما هذه الحقيبة الجديدة؟ سؤال غاية الأهمية. إذا التزم السيد السراج بمعيار درجة المؤهل العلمي والتخصص العلمي الدقيق والعمر والخبرة العامة والخبرة التخصصية والقدرة على نعم اللياقة الصحية والخلو من الصوابق الجنية والثقة والتزكية حسب الإعلان الدستوري ونزاهة ونظافة الذمة المالية والبعد الجغرافي والاجتماعي والكفاءة والخبرة والمكون الثقافي والحس الوطني والعلاقات العامة والسمعة والسيرة الحسنة والشخصية التوافقية والإلمام بالمعرفة الإلكترونية وتمثيل المرأة والشباب والبرنامج المقترح للوزارة وعدم ازدواجية الجنسية، أعتقد أنه سينجح في وجود حكومة تقنقراط مدنية قادرة على انتشال البلد من نزمتها. إذا ذهب إلى نفس السيناريوهات الأولى وعاد توليفة حكومة وجوه تتكرر ولا تموت، فإنه سيفشل. نعم. اليوم تجاوزت معك أكثر من الوقت سيد عبدالله عثامنة، تجاوزنا أكثر من الوقت المسموح. في الختام شكرا جزيلا لك سيد عبدالله عثامنة، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي.